يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هل يدل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وفيه فمن أتى بهن دخل الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه، هل يدل هذا على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأنه أدخل تحت المشيئة؟ هذه الجزئية الأخيرة لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أول الحديث فهو صحيح، لكن هذه الجزئية سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلاما أنها لم تثبت، وعلى فرض أنها ثابتة فالأحاديث الأخرى تدل على كفر تارك الصلاة متعمدا، ولا نأخذ بحديث ونترك بقية الأحاديث، نعتبر هذا من المتشابه. نعم. ثم إن الحديث من حافظ عليها، من حفظها وحافظ عليها يعني في وقتها، حافظ عليها في وقتها هو في المحافظة فليس في تركها. نعم، المحافظة على الوقت والمحافظة على الخشوع فيها والمحافظة على الجماعة هذه أشياء، وليس معناها الترك نهائيا. يمكن أيضا أن يقال في الحديث أن معناه أنه ما هو في الترك، إنما معناه في عدم المحافظة على وقتها، عدم المحافظة على الجماعة. نعم.